سيد عبد الرحيم العسوي. ما شاء الله ما شاء الله، ده ايه الجمال ده يا سيد بيه؟ عقارات واراضي وسيارات ومسوغات، ده كل ده من مرتبك كموظف في الحكومه يا راجل يا طيب. تصدق بايه جنابك؟ قول ونعمه بالله. ونعمه بالله، انا شخصيا مش عارف كل النعمه اللي انا فيها دي منين. انا حاسس اني ما استاهلش، لكن تقول ايه بقى، ملك الملوك اذا وهب فلا تسالن عن السبب، ولا نسال ابراهيم؟ لا ما تسالش يا استاذ، نسال بقى ويبقى ركبنا الوز. اسكت انت، بتتكلم بصفتك ايه دلوقتي؟ قول له الحته اللي حفظتها لك. بصفتي مسؤول الشؤون القانونيه مع استاذ سيد هنتيمي. يعني انت المحامي بتاعه؟ لا ما تدلوش اكبر من قدره كده. لا ده هو انا بقول الكلام وهو بيقول حاجات صغيره في النص كده دمها خفيف. طب ما افهم. لا تسمع سيب، انت دلوقتي جاي عشان نحقق معاك ونعرف الاملاك اللي عندك دي من اين لك هذا؟ جات لك منين؟ رشاوي ولا عمولات ولا ايه بالظبط؟ شوف جنابك، انا كل ما املك من الدنيا، ولو ان الواحد ما يملكش حاجه. النبي تملك كتير. لا والله ده احنا امناء عن نعمه. تملك باخلاقك. انا كل ما املك من الدنيا من عرق جبيني، واذا كان فيه رفيع ولا حاجات صغيره كده فهي كلها في اطار الهديه اللي بتبقى ما بين الناس اللي بيحبوا بعض. والنبي قال لك تهادوا تحابوا، والنبي قبل الهديه. ما قبلش انا يعني نكفر بقى يا ابراهيم؟ لا يا استاذ سيد ما قبلش واكفر. ايه ماشي، ايه انتوا عايزين تكفروني عشان كده الالحاد مال الدنيا؟ لا تفهم بوقك يا ابراهيم، ما تبوظش يا ولا العمره اللي انت لسه عاملها. استغفر الله العظيم يا رب. عمره؟ انت إيه؟ عملت عمره؟ ايوه. ماشي، بمناسبه العمره بقى، تقدر تقول يا سيد بيه ايه اللي يخلي واحد رجل اعمال زي فتح المنشاوي يدفع لك فلوس العمره اللي انت لسه طالعها اخر مره؟ لا يهديني برحله عمره، لكن يدفع لي فلوس دي ممكن تحمي معنى وحش. يا سلام، يهديك برحله عمره انت و32 واحد كلهم من قرايبك ومعارفك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هي العمرة كمان بقى فيها كلام؟ يعني لو أنا مثلا يا بيه ماشي أنا والواد إبراهيم ده في الشارع، واحد قال لنا تعالوا يا جماعة صلوا معانا العصر، أقول له إيه؟ ما نخشش؟ ما نقضيش الفريضة؟ معقولة؟ بالعكس، ده أنا ألم كل حبايبي والناس في حضني كده وآخدهم معانا ونروح. تاخد 32 واحد معاك وتسافروا؟ ثواب الجماعي. وكلهم يكونوا قرايبك؟ ما هو الأقربون أولى بالمعروف. المعروف؟ ماشي. والمعروف بقى بيقول ان نفس رجل الاعمال فتح المنشاوي يبقى حاطط عينه على حته ارض تبع المحافظه وياخدها بدون مناقصه؟ بلاش ده كله، في تلات عربيات عندك بي ام وعربيتين مرسيدس، كل دول جولك هدايا برضو؟ هديه ايوه، بس مش ليا يعني. انا هاخد هديه عربيه؟ ليه؟ وانا مرتشي؟ بشر. لا ما انا حاسس من كلامه اني مرتشي. بشر يا استاذ سيد، فيه ارتشى في كلامه يا ابراهيم. عندك حقك، ماشي ماشي، ما اسمحلكش تغلط في استاذ سيد انتيمي. اسكت، انا بكلمه يبقى تسكت. انتيمي اسكت. هزق نفسك ليه يا ابراهيم؟ يا استاذ سيد افهمني، انت راجل كويس ومش مرتشي، انا عايز افهم العربيات ما جاتلكش انت، امال جات لمين؟ للعيال الصغيرين، هندي وحمادي. اهو هندي وحمادي. ازاي يعني؟ بنت في ابتدائيه وعيل عنده 3 سنين يجي لهم هدايا عربيات ازاي؟ ما هو يا بيه اصلا فيه لبس ورا الموضوع، انا ما قلتلكش اللبس. ما قلتليش حاجه. ده لبس كبير قوي، انا عملت حفله عيد ميلاد للعيلين مع بعض، ما انا ما اقدرش اعمل غير حفله واحده، اعمل اتنين ازاي؟ انا موظف غلبان، عملت حفله. ما انت يا ولي جيت الحفله. ايوه جيت عيد الميلاد. ايوه كنت لابس طرطور وعمال اغني هابي بيرثداي توني. هو انت اللي اكلت التونه؟ ايوه بس زعلان منك يا استاذ سيد. ليه يا ولد الحفله حلوه؟ اكلت من الطرطه البيضة. ما دوتش التشتلت؟ ما دوتش الغام؟ ايه ما دوتهاش؟ شفت الحاجات الحلوه الصغيره اللي بيقولها؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا سعد. يا سيدي ايه اللي حصل بعد عيد الميلاد؟ ايوه دخل عليا صاحبي رجل الاعمال محمود ابو الليله علشان يجي يحضر الحفله. محمود ابو الليله بتاع التوريدات الحكوميه؟ ايوه. هو صاحبك ده؟ حبيب الروح بالروح. وايه اللي حصل؟ قال لي يا سيد انا محتار في ولادك دول، اجيب لهم ايه هدايا؟ قلت له يا ابو ليلى ما هم عيال صغيره عايزين يجروا يلعبوا، هات لهم اي حاجه، هات لهم عربيات. طب يا سيدي ما انت بتعترف، هم فين اللبس بقى؟ يعني دلوقتي انت اللي طلبت منه يجيب لك عربيات ثمنها فوق الاربعة مليون. ما هو اللبس سيادتك ان هو ابو ليلى دخل علي وجايب العربيات اللي مذكوره قدامك دهيا. قلت له معقوله يا ابو ليلى؟ معقوله؟ يعني انت داخل عليا بالعربيات دي؟ انا قصدي عربيات بتاعت عيال صغيره من اللي هي بريموت. قال لي ما العربيات الكبيره برضك ليها ريموت، واداني من كل عربيه ريموت نسختين وكسفني قدام الناس. فاكر الكسفه؟ كان وشك هيطق حمار. جرحني من جوه. من لله. وطبعا حضرتك قبلت الهديه عشان النبي قبل الهديه. ما شاء الله عليك، شفت
شفت يا باشا لما خدنا ودنا في الكلام مع بعض الحقيقة بنت ازاي؟ اهو انت اللي قلت مش انا. ماشي يا سيد بيه. طب وبالنسبة للمزارع اللي على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، ها؟ والفيلا اللي في التجمع، وشنطة المجوهرات اللي فيها 4 كيلو ذهب، كل ده برضو عادي؟ شوف يا باشا، مادام وصلنا لكده يبقى انا لازم اعترف لك. يا ريت. العلبة دي كان فيها رشوة. لا. ايوه، وانا جاي النهاردة برجلي عشان ارجعها للحكومة. اهي السبحة دي، اهي ما تقعدش في جيبي ولا ثانية. شفت يا باشا؟ شفت رمز فيدي دروس بالاخلاق والانسانية؟ ولو انها غالية رجعي. ما تحملش. رجعها له. ما تحملش يا ابراهيم. لا والله افرح بيه. ما تحملش. غالية ايدي بلاستيك. اظن كده يا باشا، بعد ما الحاجة كلها رجعت للحكومة يبقى ممكن اروح انا والولا ابراهيم. انتوا عايزين تروحوا؟ اهدي. ولي هو بيضحك على ايه؟ انت بتنشر البهجة في المكان يا استاذ سيد. يا ابراهيم انت بتجيب الكلام اللي بيعجبني ده منين يا ولي؟ يا بهجي. لا بس يا ولي بقى مش للدرجات دي. يا بهجوجي. بس يا ولي. يا فاك. بسم الله. بسم الله يا استاذ سيد، مدي ايدك بالك بتاع ساعه ما اكلتش. ولا يا ابراهيم، مين اللي جاب الزياره الحلوه دي يا ولي؟ الاستاذ هشام صاحب ابراج العلم والايمان اللي كان مقدم على تعليه 3 ادوار. يخص عليك يا ابراهيم. ايه يعني في مصلحه عندنا؟ يعني هندخل جفنا لقمه حرام؟ لا ما تقولهاش يا استاذ سيد، ما احنا خلصنا من المصلحه خلاص، يعني الاكل ده يعتبر محبه. يعني المصلحه انتفت تمن، والاكل دي البطه دي تعتبر هديه. افتح يا استاذ سيد. لا مدام هديه يبقى النبي ابن الهديه. استنى ولا انت بتاكل الورك ولا السدر؟ اللي يفيد من جوفك يكفيني يا استاذ سيد. يا حبيبي يا ابراهيم، يبقى استنى الزلموكي.